السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح أشرح لكم طول آخر داخل الـ Geoprocessing في داخل الـ ArcGIS، وهي عبارة عن Merge. إحنا شرحنا البفر وشرحنا الكليب، هسه راح أشرح لكم الـ Merge. طبعاً الـ Merge أداة راح يدمج لك مجموعة من البيانات الطبقات اللي تكون من نفس النوع، مثل ما تشوفون بالتعريف الإنجليزي طالع. هي تدمج مجموعة من الطبقات التي لها نفس النوع من الجيومتريه الهندسيه. يعني هسه حاليا احنا نريد ندمج مساحات متنزهات اللي هي بالبوليجون، فندمج هذا البوليجون الاحمر والاخضر اللي تشوفونه هنا. قبل ما نجي ندمج اللي نسوي الميرج، راح نجي على اريا رقم واحد اللي هي الاحمر هذه، فرايت كليك اوبن اتريبيوت تيبل. فاحنا راح مو بس ندمج الخريطه، وانما ندمج قاعده البيانات الاتريبيوت تيبل لكل، خلينا نقول بوليجون. فعندك هنا البوليجون الشيب، عندك الاريا، عندك الباراميتر. زين، الباراميتر هي المحيط، وعندك التايب اسم البارك. فنجي الى اريا رقم 2 همين الاخضر، رايت كليك اوبن اتريبيوت تيبل، عندنا نفس الاتريبيوت تيبل. زين، واثنيناتهم من نوع البوليجون، فهذا كلش مهم، لازم يكون اثنيناتهم بوليجون او اثنيناتهم نقاط. بس نيجي ندمج اثنيناتهم، نجي على جي بروسيسنج. زين، نروح على ميرج. زين، داخل الميرج نختار البيانات اللي احنا نريد ندمجهم، اريا رقم واحد، عندنا اريا رقم اثنين، وبعدين اوتبوت داتا سيت اللي احنا ندمجهم في داخل داتا سيت واحد. الاوتبوت مالتنا راح يكون راح ادمجهن في هذا خلينا نقول الفولدر. زين، داخل الميرج واسميه ميرج. اكون نفس هذه، يقول تريد تسوي له ريبليس، قلت اي ميرج 1. زين، قبلها اذا عندك بيانات مخزونه بنفس الاسم في داخل الفولدر اللي انت تشتغل عليه، راح يقول عندك نفس الاسم، تريد تسوي له اوفر رايت، يعني تهمل الاول وتبقي هذا الجديد، فانت تقول يس اور نو. فراح تيجي تدمج اريا رقم واحد واريا رقم اثنين. زين، وتقول اوكي، راح يسوي لك الميرج. إذا كانت العملية ناجحة راح يطلع علامة صح. طلع الميرج، خلي نسوي انتك، نشيل علامة الصح إلى رقم واحد إلى رقم اثنين. هسه عندك هذه البوليجون رقم واحد إلى رقم واحد إلى رقم اثنين داخل ملف واحد. حتى تتأكد لو تجي إلى ميرج تول هذه الجديدة. زين، رايت كليك اوبن اتريبيوت تيبل. هسه صار عندك خلينا نقول صفين من الاتريبيوت تيبل، هذا رقم واحد اري رقم واحد، وهذا اري رقم اثنين. قلنا لازم يكون سيم داتا تايب، لازم داتا تايب مالت اثنيناتهم بوليجون، فاحنا دمجنا بوليجون رقم واحد ورقم اثنين، وهاي اري مالتهم، وهذا الباراميترز، وهذا اسماء. زين، هذا هو كل ما موجود في الميرج. بعدين تقدر يعني تضبط الالوان مالته، مثلا اثنيناتهم اخضر تقول اوكي، وتريد مثلا تجيب خلينا نقول اسم، تسوي له ليبلينج، رايت كليك، تجي بروبرتيز، تجي على الليبل، هنا تنطي الاسم للبارك فوق فوق الاريا الموجوده. مثلا هنا هذا علامه صح، نخلي التايب هنا اللي يظهر لنا اسم خلينا نقول الحقل الموجود بالاتريبيوت تيبل التايب، نقول خلينا نقول رقم 10 الفونت مالته، ونقول ابلاي. هسه اجى الاسماء لهذه، بارك سامي عبد الرحمن، وهذا جوينت بارك موجود وياه في محافظه اربيل. زين، شكرا جزيلا للمتابعه، ارجو استفاديتوا من هذا الفيديو عن الميرج. مع السلامة، في إلى فيديو آخر وإلى لقاء آخر.